الرئيس السيسي يؤكد الوزير الخارجية الكويتي موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي. الرئيس السيسي يوجه باستخدام أحدث المعدات للمساعدة في سرعة تنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية. والتحالف العربي يتصدى لصاروخ فلسطيني ويدمر طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من أكسترا نيوز. أهلا بكم، والبداية مع دانا مدحت. أهلا بك دانا. أهلا بك إيمان، أهلا بكم مشاهدينا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز ما بين البلدين على شتى الأصعدة. خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي الحديث. كما وجه الرئيس خلال اجتماعه مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك وجه باستخدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية والتي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير الكويتي بالقاهرة محمد صالح الذويخ. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى السيد الرئيس من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات إلى سيادته فضلا عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مهنئاً سيادته حكومة وشعب الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، ومؤكداً متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعياً نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية. كما أعرب السيد الرئيس عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة، مؤكدا سيادته موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث جدد السيد الرئيس التأكيد في هذا الخصوص على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعيا نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول الشعوب العربية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة. الاجتماع تناول استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية
داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد وجه السيد الرئيس باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور. كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومة الذكية. كما تم عرض الموقف المحدث من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات والبيانات الموحدة للدولة والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، كشبكات نقل البيانات والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات، فضلا عن مراكز إدارة التشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وكذا تغطية شبكات خدمة المحمول. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما الحي الدبلوماسي ومدينة الخيول العالمية مرابط ومركز مصر الثقافي الإسلامي. كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية خاصة مركز النقل المتكامل الذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، وكذلك محطة النقل العام أمام محطة مترو الأنفاق بمنطقة جسر السويس، فضلا عن شبكة الطرق في محيط القاهرة الكبرى والاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي على جانبي المحاور الجديدة التي ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث وتوفير استهلاك الوقود. وقد وجه السيد الرئيس باستقدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية، وذلك بالنظر إلى حجم الأعمال الإنشائية الضخمة على كافة رقعة الجمهورية. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كل أشكال وصور الخروج على القانون، وتمكنت على مدار أسبوع من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالات التموين والمرور والآثار والكهرباء والأموال العامة والضرائب. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 7683 قضية تموينية متنوعة وضبط 1254 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 8182 أرجيلة، إضافة إلى غلق 3917 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 86857 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 86160 شخصاً واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 697 شخصاً لم يسددوا الغرامة المقررة.
وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8640 قضية تموينية متنوعة، من بينها 176 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2926 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 395,010 جنيهات. وتم ضبط 15 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 46,940 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8449 قضية تموينية بمضبوطات وزنت قرابة 1253.5 طن سلع غذائية وتموينية، من بينها أكثر من 330.5 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وما يقرب من 14.5 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 216,776 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 41,356 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 6386 من قائد مركبات، تبين إيجابية عدد 429 سائقا منهم، كما تم المرور على 200 مدرسة. وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 688 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 13 سائقا منهم، كما تم فحص 690 حافلة مدارس، تبين مخالفة 187 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2452 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81,971 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 61,473,300 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1768 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,543,299,000 جنيه مصرية، واخترت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. بدأ تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني والمخصص للتسجيل ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا والاهتمام بصحة المواطن المصري. وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة الإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني إن وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد وجهت خلال اجتماع عقدته عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة خطة إتاحة فيروس كورونا أو لقاحات فيروس كورونا، وجهت بالبدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي والمواطنين الذين خضعوا لعمليات قلب مفتوح أو قساطرة مخية أو طرفية، وذلك بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد وفقا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي. وأشار مجاهد إلى أنه سيتم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية من أجل تسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع
من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا، وتابع مجاهد أنه يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع إلى 3 مجموعات، وهي العاملين في القطاع الطبي والفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. انطلقت بالوادي الجديد قوافل مبادرة حماية لدعم أهالي المحافظة التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وسي آر إس إيجيبت ضمن أعمال المرحلة الثانية من حماية لدعم المناطق الحدودية. يذكر أن قوافل مبادرة حماية لدعم قرى الوادي الجديد شملت توزيع 1000 بطانية للأسر الأكثر احتياجاً و1000 كرتونة مواد غذائية بجانب القافلة الطبية في تخصصات العيون والأمراض الجلدية وعلاج حالات القلب والأنيميا والأطراف الصناعية. أكد رئيس تونسي قيس سعيد أنه لن يقبل بأي مقايدة على حق الشعب التونسي أو ما يتعلق بسيادة تونس. أشار الرئيس التونسي خلال زيارة إلى ولاية القيروان إلى أن الرئاسة التونسية لا تتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم، بل وفق المبادئ التي عاهدت عليها الشعب التونسي. وجدد تأكيده أن تونس لديها الكثير من الإمكانات، ويكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة في تحقيق حلم الشعب التونسي في العمل والحرية والكرامة الوطنية. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات الحوثي باتجاه الأراضي السعودية. وقال التحالف إنه تصدى لهجوم باليستي باتجاه الرياض، كما رصد إطلاق عدة طائرات مسيرة مفخخة من قبل الحوثيين. قالت الأمم المتحدة إن حوالي 16 مليون مواطن يمثلون أكثر من نصف سكان اليمن ويعانون من الجوع. وأوضحت معلومات الأمم المتحدة أن حوالي 80% من اليمنيين يحتاجون إلى المساعدة. وحذرت 12 منظمة إغاثة من أن 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن سيعانون من الجوع هذا العام، ذلك إذا لم تعمل الحكومات على زيادة التمويل. أعلنت السلطات اليمنية نزوح أكثر من 12 ألف شخص جراء تصاعد القتال في مأرب. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني عبر تويتر إن قوات الحوثي صعدت هجماتها على مأرب منذ مطلع فبراير الجاري ومنعت 470 أسرة أخرى من المغادرة. كما حذر الوزير اليمني من مخاطر كارثة إنسانية لا يمكن احتواؤها جراء استمرار تصعيد العنف بمختلف جبهات مأرب. كما ناشد المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين ولتخفيف معاناتهم. أعلنت وزارة الدفاع العراقية تشكيل لجنة بناء على أمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحقيق في أعمال عنف رافقت احتجاجات بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار وخلفت قتلى وعدد كبير من الجرحى. وأشار البيان إلى أن اللجنة وصلت إلى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها فور وصولها. يأتي هذا بينما تواصلت الاحتجاجات العنيفة في الناصرية اليوم السادس على التوالي، وأسفرت عن مقتل 5 متظاهرين وإصابة 287 آخرين، وبينهم 147 أمنيا وفق مصادر طبية وحقوقية. كشف مصدر سياسي عراقي عن وجود حوارات سياسية لتأجيل الانتخابات العراقية من جديد إلى عام 2022. وقال المصدر إن الانتخابات قد تؤجل من جديد لظروف عديدة، منها الأوضاع الاقتصادية وعدم اكتمال الاستعدادات لها، فضلا عن وجود رغبة سياسية لإجرائها في العام المقبل. وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المبكرة في 6 يونيو المقبل، إلا أن الحكومة العراقية أجلتها إلى 10 أكتوبر المقبل. أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتدمير وكر للأسلحة والعتاد بضربة جوية في محافظة ديالى.
وكانت وكالة الاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت القبض على 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بمحافظتي بغداد وصلاح الدين. وذكرت الوكالة أن عمليات إلقاء القبض تمت وفق مذكرات قبض قضائية وتشكيل فريق عمل مختص. التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران. المحادثات تركزت حول العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنب التوتر والتصعيد. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن السلطات القضائية السعودية هي المعنية وحدها بمحاسبة المتورطين في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي. عرب أبو الغيط عن تأييده للبيان الذي أصدرته الخارجية السعودية والذي تضمن رفضا لاستنتاجات تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول هذه القضية، ومشيرا إلى أن الأخيرة ليست جهة حكم أو قرار دولية، وإلى أن قضايا حقوق الإنسان لا ينبغي تسييسها. قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي إن هدف دعوته إلى عقد مؤتمر دولي إعلان حياد لبنان. وقال الراعي أمام حشد من اللبنانيين إن خروج لبنان عن الحياد تسبب دائما بانقسام اللبنانيين، معتبرا أن اختيار نظام الحياد هدفه الحفاظ على الكيان اللبناني، مضيفا أنه لو تمكن السياسيون من إجراء حوار مسؤول لما طالب بعقد مؤتمر دولي برعاية أممية. ودعا الراعي اللبنانيين إلى عدم السكوت على فساد السياسيين وعدم تأليف الحكومة وعدم إجراء إصلاحات. أكدت وكالة الأنباء السورية أن خط غاز الريان تعرض لاعتداء في منطقة أبو خشبري في دير الزور، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه وتوقفه عن العمل. ونقلت الوكالة عن وزارة النفط السورية تأكيدها بأن عناصر الإطفاء وورشات الصيانة باشرت على الفور العمل على إخماد الحريق وإصلاح الخط من أجل استئناف ضخ الغاز. وتعرضت خطوط نقل الغاز لاعتداءات متكررة خلال السنوات العشر الماضية، وأكبرها تفجير خط الغاز العربي في منطقة الضمير بريف دمشق في أغسطس الماضي. أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 113 مليون و250 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. وأشار الإحصاء إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 2,616,898 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. شددت الحكومة الإيطالية القيود في 5 من مناطق البلاد العشرين في محاولة لتجنب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد أن حذر علماء من انتشار متزايد لسلالات جديدة شديدة العدوى. وأنشأت إيطاليا نظاما مشفرا بالألوان من 4 مستويات هي الأبيض والأصفر والبرتقالي والأحمر، وهو ما يسمح بوضع التدابير وفقا لأعداد الإصابات مع مراجعة التقييمات أسبوعيا. ولأول مرة منذ نهاية يناير تم تحويل منطقتي بازلكياتا وموليز إلى المستوى الأحمر الأعلى، وهذا يعني أنه يجب إغلاق المطاعم وتقييد الحركة بشدة وإغلاق جميع المتاجر باستثناء المتاجر الأساسية. أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم تطعيم أكثر من 4 ملايين شخص في إيطاليا بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وتشير التقديرات إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 97.480 جرعة من اللقاح في اليوم، وبهذا المعدل سوف يستغرق الأمر 2 و6 أشهر لتطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح.
أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم تطعيم 19.9 مجموعة مليون جرعة لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة، ويقدر متوسط معدل التطعيم في المملكة المتحدة ب 349,781 جرعة في هذا اليوم. ووفقا لهذا المعدل فإن من المتوقع أن يستغرق إعطاء جرعتين ل 75% من السكان 7 أشهر، وكانت حملة التطعيمات قد بدأت منذ حوالي 10 أسابيع في المملكة المتحدة. أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم تطعيم إجمالي 3.61 مليون شخص باللقاح مضاد لفيروس كورونا. تشير التقديرات إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 133,925 جرعة من اللقاح في اليوم، وبهذا المعدل سيستغرق الأمر من عام وخمسة أشهر لتطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح. هذا وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 8 أسابيع. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 533 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقي رعاية أطبية اللازمة، وليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 140,460 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأنه تم تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا، ولافتا إلى وفاة 49 حالة جديدة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر هو 181,829 حالة و 10,639 حالة وفاة. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في مقطع فيديو يظهر فيه فرد يرش مادة كيميائية مهيجة على بعض ضباط الشرطة خلال أحداث اقتحام مبنى الكابيتول. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم توجيه اتهامات رسمية لأكثر من 300 شخص على صلة بأعمال العنف واقتحام مبنى الكابيتول الخاص بالكونغرس الأمريكي. أقر مجلس النواب الأمريكي خطة الرئيس جو بايدن لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كورونا، وبذلك تكون الخطوة المقبلة نظر مجلس الشيوخ في الخطة والتي تشمل تخصيص 1.9 تريليون دولار لهذا الغرض. رغم معارضة قوية من الجمهوريين، أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز الاقتصاد الخاصة بالرئيس جو بايدن والتي تبلغ قيمتها 1,900,000,000,000 دولار على أن ترسل إلى مجلس الشيوخ للحصول على الموافقة النهائية وتصبح قانونا يدخل حيز التنفيذ. صوت لصالح التشريع، وهو أول بند رئيسي على أجندة بايدن، 219 نائبا مقابل رفض 212، حيث عارضه جميع النواب الجمهوريين، وهي نتيجة حزبية لافتة للنظر بعد شهر واحد فقط من تنصيب الرئيس الجديد وسط دعوات للتعاون بين الحزبين. النواب عن الحزب الجمهوري انتقدوا التشريع باعتباره مضيعة للوقت، بينما دافع الديمقراطيون عنه باعتباره إغاثة يحتاجها الاقتصاد والناس بشكل عاجل. ومن المتوقع أن تواجه الخطة معارك أكبر في مجلس الشيوخ، حيث ستواجه الوحدة الديمقراطية في إشارة إلى نواب الحزب الديمقراطي اختبارات أكبر. وتمثل مرحلة تمرير المشروع إلى مجلس الشيوخ منعطفا خطيرا، إذ يؤدي وجود صوت ديمقراطي واحد معارض إلى عدم تمرير المشروع.
وتتضمن الخطة إعانة تأمين بطالة بقيمة $400 في الأسبوع، وتوسيع نطاق برامج إعانات البطالة لتشمل ملايين أخرى من الأمريكيين حتى 29 من أغسطس، كما تشمل $1,400 مدفوعات مباشرة لمعظم الأمريكيين والمبلغ ذاته للمعالين. وسيخصص مبلغ $20 مليار لبرنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا، و$50 مليار لإجراء الاختبارات، فضلا عن $350 مليار للإغاثة الحكومية المحلية. وتشمل أيضا مدفوعات للأسر تصل إلى $3,600 لكل طفل على مدار العام، و$170 مليار للمدارس من الروضة حتى الصف الثاني عشر، فضلا عن زيادة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى $15 في الساعة بحلول عام 2025. حكم قاضي فيدرالي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بفرض غرامة مالية على شركة فيسبوك قدرها $650 مليون في قضية تسوية تم رفعها عام 2015 بسبب استخدامها خاصية التعرف على الوجه ورسم الأشخاص في الصور. ونصت الدعوى المرفوعة ضد فيسبوك أن الشركة الأمريكية تستخدم وتخزن مساحات رقمية لوجوه المستخدمين دون إخطارهم أو طلب موافقتهم، وهو ما ينتهك قوانين الخصوصية الأمريكية. قال رئيس المكسيكي أندريس لوبيز إنه سيضغط من أجل توقيع اتفاق للحصول على ضمانات للعمال من المكسيك ودول أمريكا الوسطى عندما يتحدث مع نظيره الأمريكي الرئيس جو بايدن يوم الاثنين. وأضاف لوبيز أن الولايات المتحدة في حاجة إلى ما بين 600,000 و800,000 عامل إضافي سنوي. ومن المتوقع أن يبحث لوبيز وبايدن في اجتماع افتراضي قضايا الهجرة والانتعاش الاقتصادي من تبعات جائحة كورونا. قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس إن تقييمه المبدئي هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان. كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أشارت إلى تعرض سفينة لانفجار في خليج عمان يوم الخميس الماضي. رفض رئيس الأرمني أرمن ساركيسيان توقيع على القرار الصادر عن رئيس الوزراء نيكول باشنيان بشأن إقالة قائد هيئة الأركان العامة في الجيش. وأشد مكتب ساركيسيان على عدم انحياز رئيس الجمهورية إلى أي قوة سياسية في البلاد، وأن قراره جاء للدفاع عن النظام الدستوري وضمان استقرار القوات المسلحة وأنشطتها الطبيعية. جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في محادثة هاتفية مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني دعم المملكة المتحدة للحكومة الأفغانية ضد حركة طالبان في إطار تحالف الناتو. وأفادت الحكومة البريطانية بأن الجانبين اتفقا على أهمية إحراز تقدم في محادثات السلام لتأمين أفغانستان ذات سيادة وديمقراطية وموحدة والحفاظ على المكاسب التي حققها المجتمع المدني. كما أضاف البيان أن الجانبين ناقشا الجهود العالمية لمواجهة وباء كورونا وإطلاق اللقاحات في أفغانستان والمملكة المتحدة. أفادت الشرطة الأفغانية بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجارين منفصلين بالعاصمة وولاية نانجرهار شرقي البلاد. وذكرت الشرطة الأفغانية انفجارا استهدف حافلة تقل مدنيين في منطقة باجارمي بالعاصمة، فيما وقع الانفجار والآخر بمدينة جلال أباد بننجرهار، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذين الهجومين الإرهابيين. صرح وزير الخارجية الباكستاني الشاه محمود قريشي بأن استمرار ارتفاع مستويات العنف في أفغانستان يقود التقدم المحرز في عملية السلام. وفي اجتماع مع عمر داودزاي الممثل الخاص للرئيس الأفغاني في إسلام أباد حث قريشي القادة الأفغان على العمل من أجل تسوية السياسية الشاملة وواسعة النطاق واغتنام فرصة السلام، وجدد على دعم باكستان المستمر للمفاوضات الجارية.
استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا حول الفعاليات والأنشطة الثقافية في محافظتي الشمال وجنوب سيناء، وأكد مدبولي وجود اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوافر الخدمات المختلفة بالمحافظتين. وأشار مدبولي لأهمية تمتع أهالي المحافظتين بالفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة والعمل على اكتشاف المواهب المختلفة من السكان. تم مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى 15 من مايو القادم بدلا من 28 من فبراير الحالي. المد يأتي مع الالتزام بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية. يؤدي اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات إلكترونيا. تقام صلاة التراويح في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة، وتؤدي الصلاة مع الالتزام أو تؤدى مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد دون السماح بأي مواد إفطار أو إقامة اعتكاف، كما يستمر عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات. أصدرت لجنة طبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية عددا من التوصيات الطبية الجديدة مع عودة العبادة في الكنائس التابعة لها. جاءت هذه التوصيات بناء على قرارات آخر اجتماع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب برئاسة الدكتور القس أندري زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر. ومن بين هذه التوصيات هي ضرورة تطبيق مبدأ التباعد الجسدي بواقع متر ونصف المتر بين الأفراد من جميع الاتجاهات والالتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت وكذلك طوال فترة التسبيح والعبادة الجماعية، وتخصيص وقت كاف ما بين الاجتماعات في حالة وجود أكثر من اجتماع في اليوم نفسه من أجل إعطاء الفرصة للقيام بإجراءات التعقيم. أما بالنسبة للأفراح والجنازات فينطبق عليها نفس إجراءات هذه الاجتماعات. انتهت فعاليات معرض ديارنا في دورته 61 بدعم من الدولة المصرية للحرف التراثية لفتح أسواق جديدة، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير على مدار ساعات وأيام المعرض. هي أكبر سوق للحرف التراثية والتقليدية تتجمع فيه ثقافات محافظات أم الدنيا، وبعد ما يقرب من أسبوعين من فعاليات معرض ديارنا انتهت هذه الدورة، لكن مع انطباعات للعارضين والزائرين تعكس نجاحا لهذه الدورة 61. الحمد لله كان معرض جميل جدا وتنظيمه حلو وكان فيه زيارات كتيرة ومن الناس وكده وكان في إقبال عليه. مبسوطة جدا بالمشاركة في المعرض، المعرض ناجح جدا بكل المقاييس، الحمد لله التنظيم كان هايل، تنظيم الورش التدريبية كان هايل، دايما في زوار والدنيا ما بتقفش خالص الحمد لله. في فكرة جديدة اتعملت ودي كنا محتاجينها من فترة، إن احنا يبقى الكلاين بتاعنا مش مستهدف كلاين واحد أو فئة معينة أو العملاء أو الزبائن، يعني كنا بننزل نعمل في لقاءات أو المعرض بيتعمل تحت في الصندوق في اللي هو الصاله بتاعت الصندوق، دلوقتي في معموله في مول، ودي مهمه جدا بالنسبه لنا. ليه؟ ان في طبعا كثافه للزوار عامه ودي بتساعدنا في التسويق. انا عاده بحضر ديارنا، بحضر تراثنا، معارضنا الحرفيه، وبفتخر جدا بجد بكل الشغل اليدوي من بلدي الجميل. المرة دي برضو جميل جدا، هو محدود لكن في كل حاجة ومتنظم كويس جدا. أكتر حاجة عجباني في المرض عشان في ورش بيعلم الأطفال اللي هو الفن الروش وكده الرسم وكده. المعرض المنظمين بتوعه قاموا بدورهم حلو قوي، يعني هو متنظم حلو جدا، في مسار إجباري فما فيش عارض فينا اتظلم، كل الزوار هيعدوا على كل البارتيشنز هيتفرجوا عليها ويشوفوها.
أحد جوانب هذا النجاح هو الجنود المتطوعون في التنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وإلزام الجميع بارتداء الكمامات وتنظيم الدخول والخروج على مدار ساعات وأيام المعرض. معرض ديارنا كان إضافة على فرق التدخل أسنان الطوارئ، وكان معانا فريق الترويج الصحي بيقوم بتقديم التوعية بالإجراءات الاحترازية اللازمة للجمهور، وسواء العارضين كمان بيتم التنبيه عليهم، بالإضافة لفرق التعقيم والتطهير اللي بتقوم بتطهير وتعقيم المعرض على مدار اليوم من بداية من الساعة 10 صباحا حتى انتهاء المعرض وبالتناوب على مدار اليوم. معرض ديارنا حاولت ان هي تخرج من نطاق المعرض بشكل مختلف، فطلعنا من الاماكن اللي كنا بنروحها وطلعنا في زي ما انت شايفه النهارده في كايرو فيستيفال سيتي عشان نجيب ناس اكتر للمعرض في ظل الظروف اللي احنا فيها. الحاجه الثانيه اللي جديده جدا على المعرض ان النهارده في ورش تدريب لكل الزوار والعارضين ان هم يقدروا يجوا المعرض ويتدربوا على كل الحرف، سواء كانت فخار، خياميه، تطريز، نسيج يدوي، في نول بره، في دولاب الفخار، وياخدوا منتجات معاهم وهم ماشيين. فدي كانت حاجه جديده والناس حبتها قوي. منتجات تراثية بأياد مصرية خالصة أبدعت في صناعاتها، فهذه الدورة تضم أكثر من 300 عارض جذبت منتجاتهم مختلف الأذواق من كافة الفئات العمرية. نهاية لفعاليات معرض ديارنا مكللة بالنجاح بعد دعم من الدولة المصرية للحرف التراثية وفتح أسواق جديدة لها، فهذه الدورة انطلقت لأول مرة من كايرو فيستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس، وعلى أن تتوالى دورات جديدة في أماكن مختلفة. من معرض ديارنا للحرف التراثية في نسختها 61، جاكلين ماهر، إكسترا نيوز. والآن مشاهدينا وقفة مع أخبار الاقتصاد. أعنى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن معدل نمو القطاع الصناعي وصل إلى 6.3% خلال عام 2019-2020، وذلك بالرغم من تداعيات أزمة كورونا. وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف. وأشار المركز إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية بنسبة 19%، حيث وصلت إلى 42 ألف منشأة بعام 2020 مقارنة ب 35 ألف منشأة عام 2014. وأضاف أن هناك 6 مجمعات صناعية جاري الانتهاء من تنفيذها ضمن خطة إنشاء 13 مجمعا صناعيا. انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بمينائي دمياط والإسكندرية بعد تشغيل مركزي الخدمات اللوجستية اللذين انطلقا تجريبيا نهاية شهر نوفمبر وديسمبر الماضيين. تسهم منظومة النافذة الواحدة بالجمارك في تبسيط وميكنة الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال على النحو الذي يساعد على تحفيز مناخ الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية. يستمر تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية ل 15 برجا بالمنطقة الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة، كما يجرى تنفيذ مجموعة أخرى من هذه الأبراج. يأتي هذا فيما تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي بمشروع الممشى السياحي الذي يبلغ طوله 7 كيلومترات.
حصل مطار أسيوط الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي ECI ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات EHE، وذلك بما يضمن توفير حالة آمنة لجميع المسافرين وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي والمنظمة الدولية للطيران المدني. بذلك تكون 8 مطارات مصرية حتى الآن حصلت على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من مجلس المطارات الدولي، وهي الأقصر، أسوان، برج العرب، القاهرة، شرم الشيخ، الغردقة، سوهاج وأسيوط. والآن وقفة مع أخبار الرياضة. يواجه فريق الأهلي ضيفه طلائع الجيش في الساعة 7:30 مساء اليوم في الجولة 14 من الدوري الممتاز، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية لتعديل موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة. وصل الدولي المصري مصطفى محمد تألقه مع جلاتا سراي وسجل ثنائية قاد بها الفريق للفوز على ضيفه إرزود روم سبور بهدفين نظيفين في المرحلة 27 من الدوري التركي. هدف مصطفى محمد جاء في الدقيقتين 38 والخامسة والأربعين ليرفع اللاعب رصيده بقميص الفريق إلى 6 أهداف في 6 مباريات، ورفع جلاتا سراي رصيده إلى 57 نقطة لينفرد بصدارة جدول الترتيب. يلتقي أتلتيكو مدريد مع مضيفه فياريال اليوم في الجولة 25 من الدوري الإسباني. يتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل فياريال المركز السادس برصيد 37 نقطة، ويبحث أتلتيكو مدريد عن الانتصار لتعزيز صدارته لجدول الترتيب. يستقبل إنتر ميلان ضيفه جنوا اليوم في الجولة 24 من الدوري الإيطالي. تصدر إنتر جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة بعد الفوز على ميلان بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، هذا ويسعى الإنتر للاستمرار في التربع على الصدارة وتوسيع الفارق مع الوصيف. نهاية النشرة، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد لوزير الخارجية الكويتي موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي. السيسي يوجه باستخدام أحدث المعدات للمساعدة بسرعة تنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.
التحالف العربي يتصدى لصاروخ باليستي ويدمر طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية. وختاما نحيط عن السادة المشاهدين بأن تردد إكس نيوز الجديد هو 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب الرئيسي. أشكركم حسن المتابعة وإلى الملتقى بإذن الله.